اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري. القناه بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها، والنهارده ان شاء الله هنبدا كلامنا عن الملك منقرع. الملك منقرع بيتنطق بشكل غير صحيح باللغه العربيه باسم منقرع، وهو ملك من الاسره الرابعه من عهد الدوله القديمه. والملك ده ابن الملك خفرع، وتزوج من الاميره خعامير نبتي الثانيه. تم العثور في المعبد الجنائزي للملك منقرع على سكين من حجر اسوان منقوش عليه اسم والدة الملك، وهي خعامير النبتي الاولى، فيما يدل على ان خفرع وهذه الملكة كان والدا الملك منقرع، ويعتقد ان لمنقرع زوجتان. ودلوقتي هنتكلم على عائلة الملك منقرع، ونقول ان الملكة خعامير النبتي الثانية هي ابنة الملكة خعامير النبتي الاولى، وهي والدة ابن الملك منقرع، وهو اخو آنرع. وبيدل موقع قبر الامير ده على انه ابن الملك منقرع، وان والدة اخو آنرع هي زوجة الملك. والملكة رخيت رع، وهي كانت ابنة للملك خفرع، وكان اكثر الشخصيات المرشحة كزوج ليها هو الملك منقرع، ولا يعتقد انه في ابناء كثيرين كانوا ينسبوا لاسم الملك خفرع. ولم يصعد على العرش مباشرة الابن الاكبر للملك منقرع، وهو اخو آنرع، في حين ان اللي صعد على العرش مباشرة بعد موت الملك منقرع كان ابنه الاصغر شبسسكاف، احد الشخصيات من ابناء الملك منقرع اسمه شاخ رع، وبيعتقد انه احد ابناء منقرع الذين عاصروه في عهده. ومن الابناء المحتملين للملك منقرع هي الاميره خنت كاوس، والتي ذكرها هيرودوت، وذكر انها توفيت في بدايه سن البلوغ. وتضمن البلاط الملكي للملك منقرع اخوه الملك منقرع غير الاشقاء، وكانوا نبقام اخت نيكا ورع، وداوى آن رع، وأيون مين، وشغلوا منصب الوزير أثناء حكم أخوهم الملك منقورع. يعتقد أن الملك منقورع أخ صغير يدعى سخم كارع، وبيعتقد أنه شغل منصب الوزير بعد وفاة الملك. ودلوقتي هنتكلم عن حكم الملك منقورع، وهنقول أن بعض الكتب قالت أن مدة حكم الملك منقورع هي 28 سنة، من سنة 2532 قبل الميلاد لسنة 2504 قبل الميلاد. بس بردية تورين بتقول ان الملك منقرع حكم 18 سنة، وهناخد في الاعتبار ان القول ده هو اللي اقرب للصواب، عشان الدليل على القول ده هو الصواب ان في بعض التماثيل الملك منقرع غير مكتملة البناء. الملك منقرع هو باني ثالث اكبر اهرامات الجيزه من حيث الحجم، وبناه بجانب هرم ابيه الملك خفرع وهرم جده الملك خوفو، وطول الهرم ده حوالي 66 متر. وبيعتقد ان عهد الملك منقرع كان اكثر العهود حريه من حيث ممارسه الشعائر الدينيه، حيث مارس الشعب شعائره الدينيه بحريه لم يعهدها من قبل. دلوقتي هنتكلم عن مجمع اهرامات الملك منقورع، وبيطلق على المجموعه الهرميه للملك منقورع اسم نتر آل منقورع، ومعناها منقورع المقدس، وهو اصغر اهرامات الجيزه الثلاث. وفي ثلاث اهرامات تابعه لهرم الملك منقورع، بيعتقد ان الاهرامات دي خاصه بالملك خفرع، وبيعتقد انها كانت خاصه بالتحديد لملكات الملك خفرع، وبيعتقد ان الملكه خعامير النبتي الاولى دفنت في احدى هذه الاهرامات. دلوقتي هنتكلم عن تمثال الملك منقورع، وهو تمثال جماعي للملك منقورع من حجر الشست، بيظهر فيه الملك منقورع واقفا، وعلى جانبيه سيدتان، على يمينه تمثال الاله حتحور، وعلى يسار الملك سيدة اقليم بات. وبيظهر الملك منقورع في التمثال ده وهو لابس تاج مصر العليا، التاج الابيض. وبيظهر الاله حتحور في التمثال ده وهي ترتدي تاج قرص الشمس، بينما تظهر سيدة اقليم بات وهي ترتدي فوق رأسها رمز الإقليم، وبيسمى التمثال ده باسم ثالوثة منقورع. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية هبدأ أكلمكم عن هرم الملك منقورع، وهتلاقوا لينك فيسبوك والتيك توك بتاعي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.